هذا سائل يقول: امرأة تعمل وقد تزوجت، فهل يلزمها أن تصرف على والديها وأخوانها بعد زواجها؟ وإذا كان زوجها لا يرضى بذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا. يلزمها النفقة على والديها إذا لم يكن لهما مال، إذا لم يكن للوالدين مال يلزمها النفقة عليهما، وليس لوالدها حق المنع، لأن هذا حق واجب عليها. أما إذا كان والداها لهم مال أو لهم أحد ينفق عليهما غيرها، هذا لا يتعين عليها. نعم.